مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت الأضواء، وأجمل تحية من شنسي. سينعقد الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى تعاون الصين العربي في بكين في 10 يوليو الجاري، وسيتناول هذا الاجتماع توطيد الصداقة التقليدية بين الجانبين ودفع بناء الحزام والطريق وبناء العلاقات الدولية الجديدة التراث وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية وتعزيز بناء آلية منتدى تعاون الصين العربي والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في حلقة اليوم سنستعرض إنجازات التعاون الصيني العربي في السنوات الأخيرة ونستشرف أبرز النقاط في الاجتماع الوزاري المرتقب، وقبل ذلك دعونا نتابع تقرير تالي. بعد عام من انعقاد منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، نشر مركز الدولة للمعلومات التابع للجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح تقريرا حول التعاون التجاري بين الصين والدول على طول الحزام والطريق، والتي تشمل حاليا 71 دولة، حيث كشف أن التعاون الصيني مع الدول العربية يبرز بشكل واضح في هذا الإطار ويتقدم بخطوات واسعة مع إحرازه لنتائج مثمرة. واستنادا إلى بيانات ضخمة، فإن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول على طول الحزام والطريق في عام 2017 بلغ 1.44 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 13.4% مقارنة بعام 2016، وهو ما يشكل قرابة 36.2% من حجم تجارة الصين في العام الماضي، وكان من بين الدول 71 المشاركة في مبادرة الحزام والطريق 14 دولة عربية، وشهد التعاون التجاري الصيني العربي حصادا وافرا. وقد تم إدراج السعودية ضمن قائمة أكبر 10 دول من حيث حجم التبادل التجاري مع الصين، حيث وصل إلى 50 مليار دولار في عام 2017، لتحتل المملكة العربية السعودية المركز العاشر. أما بالنسبة لحجم الواردات السنية، فتحتل السعودية المركز السادس من بين الدول 71، مع بلوغ إجمالي هذا الحجم قرابة 32 مليار دولار. مرحبا بكم. لمناقشة موضوع اليوم يشرفنا أن نستضيف في الاستوديو السفير قو يوجن، السفير الصيني السابق لدى قطر. مرحبا بكم. السلام عليكم. وأيضا الدكتور دينغ لونغ، وكيل كلية الدراسات الأجنبية بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية. مرحبا بكم أيضا أستاذ دينغ. أولا لنبدأ الحوار مع السفير قو. نعرف أن الصين أقامت علاقات شراكة الاستراتيجية الشاملة أو علاقات التعاون شراكة الاستراتيجية أو علاقات التعاون الاستراتيجي مع 10 دول عربية، فكيف تقدرون يعني هذه العلاقات بين الصين وهذه الدول العربية، وهل من الممكن أن تستعرضوا لنا أبرز المؤشرات للتعاون الاستراتيجي؟ بدأت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية في سنة 1956، وفي عام 1990 أقامت المملكة العربية السعودية آخر دولة عربية علاقات دبلوماسية مع الصين، وثم تطورت علاقات بين الصين والدول العربية بصورة سريعة وأيضا في نطاق واسع، وخاصة في سنة 2004 تم تأسيس منتدى الصيني العربي للتعاون. تأسيس هذا المنتدى يعتبر شيء استراتيجي ما بين الصين وبين الدول العربية، علما بأن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لتطوير والتوسيع والتعميق العلاقات بين الصين والدول العربية. وشيء آخر، أن الصين وخاصة أن فخامة الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ طرحت مبادرة طريق والحرير في 2013، وطبعا هذه المبادرة قبلت بترحيب حار من دول عربية. وفي إطار هذه المبادرة تم اتفاق بين الصين ودول عربية على تشارك في بناء
المشترك طبعا من خلال التشاور مشترك. ولذلك أن النتائج والثمرة لهذه المبادرة سوف تتمتع بها كل من الصين ودول عربية، إذا تعاون في إطار الطريق والحرير أيضا تعاون استراتيجي بين الجانبين. وكذلك هناك مثلا الصين طرحت هدف ل200 معنى تأسيس جمهورية الصين الشعبية ل100 سنة وتأسيس حزب شعوب الصين ل100 سنة. وأيضا أن فخامة الرئيس الصيني طرح حلم الصيني عبارة عن كيفية تحقيق النهضة للصين وللأمة الصينية. فطبعا يعني دول عربية أيضا طرحت خطط ورؤية لتنمية البلد، وهناك يعني ربط وثيق ما بين الهدف الصيني وبين خطط ورؤية الدول العربية. إذا هذه الثلاثة مواضيع تعتبر من أهم تعاون استراتيجي بين جانبين. نعم، يعني ترتبط بين الصين والدول العربية علاقات سياسية متينة جدا، وسوف نتحدث أكثر عن التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق فيما بعد. وعلى الصعيد السياسي أستاذ دين، لا يمكن أن نهمل جزءا مهما في العلاقات السياسية بين الصين والدول العربية، وهي الموقف الصيني لحل القضايا العربية. نعرف أن الصين تتمسك بمبدأ حل القضايا الدولية والإقليمية عن طريق الحوار وبشكل سلمي وسياسي، فتتمسك الصين أيضا بهذا الموقف تجاه يعني في التعامل مع القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية. فكيف تقدرون هذا الموقف الصيني، وما المجهودات الصينية لحل هاتين القضيتين؟ أعتقد أن موقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية والأزمة السورية يعني موقف مشرف، ويعني نال إعجاب وتقدير من الدول العربية وخصوصا الشعب الفلسطيني وشعب سوري. ونعرف أن تعتبر القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للشعوب العربية. والصين تقدر ذلك يعني بشكل كبير، ودائما تضع القضية الفلسطينية نصف عيونها في تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط، حيث تعتبر القضية الفلسطينية يعني القضية الأساسية لحل الكثير من المشاكل التي تعانيها المنطقة. فالصين دائما تقف مع الحق والعدالة، وتدعم منذ البداية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. نعم. يعني يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة سيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وهذه المبادئ كما تأتي وفقا للشرعية الدولية. ومختلف المبادرات وحلول المطروحة على أساس شرعية دولية. فرغم هناك يعني تغيرات كبيرة خصوصا بعد دخول دونالد ترامب للبيت الأبيض، غيرت الولايات المتحدة موقفها تجاه القضية الفلسطينية باعتراف القدس عاصمة لإسرائيل، وقررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس،
وطبعا تم افتتاحها مؤخرا. والصين ترفض كل هذه التصرفات ودائما تتمسك بموقفها الثابت ولن يعني تغير الصين موقفها وسياستها تجاه القضية الفلسطينية. وأما بالنسبة للأزمة السورية فالصين منذ البداية بداية الأزمة يعني تدعو إلى حل المشكلة عبر الحوار والمفاوضات، وقد دلت يعني الأحداث منذ 7 سنوات نجد أن موقف الصين يعني وسياسة الصين تجاه يعني الأزمة السورية يعني كانت تقدم مصالح الشعب السوري ومفيدة لحل الأزمة. وأعتقد أن قضية الأزمة السورية سوف تحل يعني عاجلا وعاجلا، وأن طريق الحوار والمفاوضات بطرق سلمية. وبذلت الصين مجهودات كبيرة للمساعدة في حل الملفين، وعلى سبيل المثال تم استحداث منصب المبعوث الخاص لقضية الشرق الأوسط عام 2002، وثم تم استحداث منصب المبعوث الصيني للقضية السورية يعني قبل سنتين. هذا دليل على مدى حرص و اهتمام الحكومة الصينية بهاتين القضيتين. نعم، نقول أن العلاقات السياسية المتينة بين الصين والدول العربية تشكل أساسا ممتازا لتدوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلاقات في المجالات الأخرى. فسفير لننظر إلى التعاون الاقتصادي والتجاري، نعرف أن الصين توجد بين الصين وجميع الدول العربية آلية تعاون تسمى باللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وأيضا توجد بين الصين وجميع الدول العربية اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. فكيف تقدرون الوضع الحالي للتعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية؟ إن التعاون بين الصين والدول العربية في مجال تجاري واقتصادي تعاون ممتاز في وقت الحاضر، طبعا على أساس الماضي، لأنه بعد إقامة علاقات دبلوماسية بدأت علاقات تجارية واقتصادية بين الصين وبين الدول العربية تتطور وتتعمق وتتوسع. ففي وقت الحاضر أن الصين أصبحت ثاني أكبر شريك تجاري لدول عربية، وأيضا أكبر شريك تجاري لعشرة دول عربية. فطبعا هناك يعني نمط يختلف من بلد إلى آخر. هناك مثلا تعاون تجاري واقتصادي بين الصين والدول العربية على شكل تقليدي لدول مثل مصر ولبنان وأردن وبعض دول شمال أفريقيا مثل تونس والجزائر والمغرب. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فهناك نمط آخر للتعاون في هذا المجال. مثلا إن الصين كأكبر دول نامية تتطور فبحاجة لمزيد من الطاقة، إنما الدول الخليجية فتمتلك ثروة وموارد طبيعية وخاصة في مجال الطاقة. فإذا الصين تتعامل مع هذه الدول وتتعاون معها في مجال الطاقة بصورة رئيسية. وكذلك هناك
تعاون بين الصين والدول الخليجية في التجارة. مثلا تتخذ الصين دبي كمركز أو نافذة لتجارة واقتصاد مع منطقة الشرق الأوسط وأيضا أفريقيا. إذن تعاون بين الصين وبين دبي وبين الإمارات بصفة عامة أيضا تعاون ممتاز. فهناك أيضا في مجال المالي في السنوات الأخيرة تطورت علاقاتنا مع دول الخليجية بصورة أكثر فأكثر. مثلا تم إقامة مركز مقاص لعملة رمينبي لكل من في مصر، لا عفوا في قطر وفي الإمارات. وكذلك تم استحداث صناديق للاستثمار بين الصين والإمارات العربية المتحدة وكذلك دولة قطر. وأيضا هناك صناديق أخرى تحت الإنشاء بين الصين والدول العربية. فإذا أن الصين والدول العربية تتمتع بالتعاون ممتاز في مجال التجارة والاقتصاد. نعم شكرا. بعد التساؤلات الأخرى حول تعاون الصين العربي سوف نتحدث عنها بعد فاصل. فضلي. فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. الآن وصل الحديث حول التعاون الصيني العربي. في عام 2014 في الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بناء الحزام وطريق بشكل مشترك مع الدول العربية، وأيضا طرح إقامة نمط تعاوني جديد بين الصين والدول العربية، وهذا النمط ما يسمى ب 1+2+3 أي التعاون القائم على ركيزة واحدة وهي تعاون الطاقة، وأيضا جناحين يعني بناء البنية التحتية وأيضا تسهيل التجارة والاستثمار، وأيضا مجالات ثلاثة وهي يعني في مجال التكنولوجيا وهي الطاقة النووية والأقمار الصناعية والطاقات الجديدة. والآن قد مرت تقريبا 4 سنوات على طرح الرئيس هذا يعني النمط الجديد، كيف أحوال تطور هذا النمط التعاوني؟ أعتقد الخطة أو رؤية التي طرحها فخامة الرئيس شي جين بينغ قبل 4 سنوات وفي بكين يعني قد تم إحراز الكثير من الإنجازات فيما يتعلق بهذه الرؤية، وهذا دليل على أن هذه الرؤية يعني تتمتع ب يعني بعض النظر، وأيضا يعني يمكن ترجمتها على أرض الواقع. فنجد أن التعاون في مجال الطاقة يعني يتعمق على مدى 4 سنوات الماضية، حيث أصبح الدول العربية من أهم مصدر طاقة، مصدر النفط والغاز للصين. مثلا في العام الماضي نجد أن الصين قد استوردت من الدول العربية تقريبا 150 مليون طن من النفط، بما يمثل تقريبا 38% من مجمل واردات الصينية من النفط. فطبعا الدول العربية تحتل مكانة مرموقة واردات صينية من الطاقة. أما بنسبة البنية التحتية طبعا تحت يعني على ضوء مبادرات الحزام والطريق تم يعني إبرام العديد من الاتفاقيات
بين الصين والعديد من الدول العربية لإنشاء مشروعات البنى التحتية. على سبيل المثال في مصر الآن يتم بناء سكك الحديد بين القاهرة ومدينة 10 رمضان، وفي طاولة قطر شركة صينية تقوم بإنشاء الاستاد الملعب الرئيسي لمونديال عام 2022، وهناك العديد من مثل هذه المشروعات. أما بالنسبة لتيسير التجارة والاستثمار، فخلال السنوات الماضية تم اتخاذ الكثير من الإجراءات الجديدة بهدف خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية. ومفاوضات الصينية الخليجية جارية يعني حول إنشاء منطقة تجارة حرة صينية الخليجية. أما بالنسبة إلى المجالات الجديدة، مثلا الطاقة النووية، هناك مفاوضات ومباحثات يعني تجري على قدم وساق بين الصين وعدد من الدول العربية حول تعاون في مجال الطاقة النووية. أما الفضاء والأقمار الصناعية، نجد أن الصين قد أطلقت قمر صناعي جزائري للاتصالات في العام الماضي بمبلغ بتكلفة تقريبا 500 مليون دولار أمريكي. هذا أول قمر صناعي للاتصالات للجزائر، الصين قامت بإطلاقه. أما بالنسبة للطاقة الجديدة، فمثلا الصين تقوم الآن ببناء أول يعني محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الإمارات، ومشروعات الطاقة الجديدة كثيرة مع تونس، الجزائر، المغرب يعني، ومصر والسعودية. نعم، يعني إنجازات ممتازة لهذه المجالات التعاون. سادة السفير، قبل قليل تفضلتم بذكر الخطط التنموية العربية الطموحة، مثلا رؤية 2030 للسعودية ورؤية 2030 لمصر، وأيضا مثلا رؤية 2025 للأردن إلى آخره. طبعا للصين خطط التنموية يعني مماثلة أيضا. كيف يعني تقدرون يعني احتمال ترابط بين هذه الخطط العربية والصينية؟ أولا، هناك توافق لتعاون ولربط ما بين خطة الصينية للتنمية وخطة تنموية لدول عربية على مستوى رفيع، لأنه فخامة الرئيس الصيني كزعيم في الصين وكذلك الرؤساء والملوك لدول عربية كلهم وضعوا اهتمام كبير لكيفية الربط ما بين أهداف تنموية في الصين وأهداف تنموية في دول عربية. وثم هناك تعاون عملي في إطار المبادرة الحزام والطريق. أن الصين بحكم أنها تطورت وتقدمت في مجالات مختلفة، سواء في مجال اقتصادي أو تجاري أو علمي أو تكنولوجي، فلديها طاقة إنتاجية، ولذلك
أن هناك مجال واسع للتعاون بين الصين والدول العربية في كيفية إيجاد الفرص أكثر للدول العربية وخاصة للشباب العرب. إذن التعاون التعاطوي يعتبر من أهم المجالات. وكذلك تم استحداث مركز صيني للدراسات في إصلاح والتنمية لدول عربية، وهذا المركز أيضا يقوم بدور تدريب ونقل تكنولوجيا وتقنية من الصين إلى دول عربية. فهذا المركز فعلا لعبت دور كبير في تعاون بين الجانبين في مجال التقني والحكمة وكيفية معالجة الأمور والقضايا في دول عربية. وكذلك أن تعاون بين الصين ودول عربية في كيفية الربط بين الأهداف من الجانبين. مثلا تمت إقامة أو فتح مناطق أو حدائق صناعية وعلمية وتكنولوجية سواء في المملكة العربية السعودية أو في دولة الإمارات أو في مصر أو في بعض الدول العربية الأخرى. إذن هذا أيضا مهم جدا، إقامة مناطق صناعية ومناطق علمية وتكنولوجية بالتعاون بين الصين والدول العربية، وهذا في إطار ربط ما بين استراتيجية صينية والعربية. نعم، طبعا هناك تعاون في المجالات الأخرى مثل الطب الصحة والتبادل البشري بين الصين والدول العربية، وأيضا كل هذا التعاون للأهداف المحددة للخطط التنموية لكلا الجانبين الصيني والعربي، لكن ربما ليس لدينا وقت كافي للتحدث عن تفاصيل. ففي الأخير سعادة السفير قاو، هل من الممكن أن تحدثونا عن تطلعاتكم لهذا هذا الاجتماع الوزاري للمنتدى التعاوني الصيني العربي المرتقب؟ نعم، في نظري ان هذا الاجتماع على المستوى الوزاري طبعا من اهم آليات للمنتدى التعاوني الصيني العربي. وهذا هذا الاجتماع اعتقد سوف يركز على نحو التالي. مثلا اولا كيفية تنمية العلاقات والتعاون التقليدي بين الجانبين، هذا موضوع مهم. وثم أن الصين ودول العربية كيف تتعاون في التشارك للتشاور والبناء والتمتع لمبادرة طريق الحرير والطريق. وثم أن هذا الاجتماع أعتقد سوف يحاول فتح مجالات جديدة وعلى مستوى أعلى للتعاون بين الجانبين. نعم، نتطلع إلى الإنجازات الجديدة في التعاون بين الصين والدول العربية. شكرا لكم على هذه الحلقة المفيدة، شكرا على المشاركة. شكرا. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.